السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من عالمينكس. في هذه الحلقة سنتعرف على الجانب التطبيقي من استعمالات خوادم البروكسي. للتذكير بخوادم البروكسي التي كنا قد تطرقنا إليها في السابق، فإن خادم البروكسي هو الذي يعتبر الوسيط الخادم الوسيط بين الشبكة الخارجية التي تتمثل عادة في الانترنت والشبكة الداخلية التي تحتوي على الحرفاء كليانت. قلنا كذلك أن استعمالات خوادم البروكسي استعمالات كثيرة، من أبرزها إمكانية إغلاق بعض المواقع، استعمال كاشينج بروكسي. والكاشينج بروكسي هو الذي يقوم بحفظ الملفات الأكثر تداولا لإعادة استعماله. مثلا إذا قمت بالدخول على صفحة عدة مرات، فلن يقوم بالتحميل في كل مرة هذه الصور والفيديوهات التي قمت بتحميلها سابقا، بل سيضعها في ملف خاص يقوم بإعادة استعماله في كل مرة أدخل فيها من جديد إلى هذا الموقع. وأهم شيء في خوادم البروكسي أنه يقوم بحفظ خصوصية والحماية، يقدم الحماية للشبكة الداخلية، حيث أنه هو يقوم بحجب العناوين الاي بي الخاصة، بحيث لا يمكن يصبح بغير الهاكرز غير قادر على التعرف على ما يوجد على العناوين الحقيقية للخوادم داخل الشبكة. من أبرز خوادم البروكسي خادم سكويد المعروف. خادم سكويد هو برنامج مفتوح المصدر نستعمله كخادم بروكسي. من طريقة استعماله بالنسبة ليوبنتو تكون بالطريقة الاعتيادية apt-get install squid. يمكننا كذلك استعمال النسخة الأخيرة من سكويد، هي سكويد 3، وتصبح apt-get install squid 3. ثم نقوم بتشغيل الخادم etc init.t/squid/start. سأشرح الآن كيف نقوم بتشغيل خادم سكويد. سنقوم بتحديد المسار الذي يعمل عليه سكويد 3، ثم سأقوم بتحديد الأمر الذي أرغب في تنفيذه. مثلا إذا كنت أرغب في إيقافه سأضع stop، انتظر قليلا وسيتوقف عن العمل. أعيد تشغيله من جديد، أضع بدل stop كلمة start. نلاحظ أن بدأ العمل تحت معالج 14160. الآن مرحلة مهمة جدا هو أن أقوم بإعداد خادم بروكسي داخل صفحة الفايرفوكس. نذهب إلى edit ثم preferences. داخل Advanced نذهب إلى Network ثم Settings. أقوم بتغيير Use System Proxy Settings إلى Manual Proxy Configuration. أضع هنا رابط البروكسي بالنسبة لي، أستخدم خادم محلي يعني Local Host. إذا كنت أستعمله على حاسوب آخر أضع عنوان السيرفر لدي، مثلا 192.168.1.105. أقوم بوضع البورت 3128 إذا لم أكن قد قمت بتغييره داخل ملف الإعدادات. أقوم بحفظه ثم أستطيع أن أقوم بالتأكد من أنه يعمل. إذا حصلت على هذه الصفحة فإذا يعني أن الخادم سكويد قد أصبح بالفعل يعمل. توجد جميع الملفات داخل etc squad3.conf.com. هذا هو المسار الصحيح للسكواد 3 الذي يحتوي على squad.conf التي تقوم بالتعديل عليه للحصول على كافة الإعدادات التي نرغب في الحصول عليها. ضح الملف
قمت بوضع جميع الإعدادات التي أرغب في إدخالها داخل آخر الصفحة. طبعا جميع الأسطر التي تحتوي على علامة تدياس، هذه العلامة لن سنتجاهلها البرنامج ولن يكون لها قيمة كبيرة. من استعمالات سكويد أنه قلنا في السابق أنه أننا يمكننا أن نقوم بحذف عنوان، أي نقوم بغلق أو حجب موقع معين بحيث يصبح جميع الحلفاء المرتبطين بالخادم غير قادرين على الدخول على الشبكة. مثلا لنفترض أن لدي شركة صغيرة، في الشركة لدي موظفين يقومون أحيانا بالدخول على الفيسبوك. طبعا لا يمكنني أن أسمح للموظفين لدي بأن يدخلوا على الفيسبوك أثناء عملهم، بالتالي سأقوم بحجب الفيسبوك تماما. من أجل ذلك سأحتاج إلى أن أقوم بإنشاء ACL أو Access List لائحة دخول، أسميها FB إشارة إلى فيسبوك، أضع عليه عنوان الذي أرغب في حجبه اللي هو facebook.com. ويجب أن أكون قبلها TST Domain. كما قمت بتحديد الشبكة التي أعمل عليها وقد أسميتها سابقا ماينت، نفس الشيء باختلاف أن DST Domain تصبح SRC، وأضع فيها عنوان جميع العناوين IP التي أرغب في استعمالها. بالنسبة للمودم لدي فجميع العناوين تكون محصورة عادة بين 100 و 120، لذا قمت باستعمال هذه الشبكة فقط للتطبيق. بعد أن قمت بتحديد الشبكة أقوم بتحديد الصلاحيات، هل أسمح لها بالدخول أم لا. طبعا أنا سأسمح لجميع الشبكة باستعمال أي موقع يريدون، كذلك سأسمح للخادم المحلي لوكال هوست بالدخول كذلك، لكنني لن أسمح للفيسبوك بالعمل، بالتالي سأضع HTTP ريبلي أكسس ديناي FB، ثم أعيد نفس الأمر بدون ريبلي، أي تصبح HTTP Access Deny في FB لمنع البورت SSL من العمل. يعني لا أريد أن يكون يستخدم يقوم المستخدم باستخدام HTTPS للدخول على الفيسبوك. أقوم الآن بتجربتها. كنت قد مسبقا قمت بفتح الفيسبوك. كما تلاحظون أن الفيسبوك أصبح لا يعمل. لو قمت بحذف الاس كذلك لن يعمل. أما الأخير لو قمت بتعويض FR كذلك لن يعمل. لماذا؟ لأنني قمت بوضع نقطة بدل 3W من الأمام. قمت بحذف 3W ليصبح أي شيء يأتي قبل facebook.com لا يعمل كذلك. ما من الأستعمالات الأخرى التي أستطيع استخدامها أيضا إعادة تقسيم سرعة الإنترنت لدي بإعادة توزيع سليم، بحيث لا يقوم شخص بتحميل ملف كبير وتصبح الشبكة ثقيلة على كامل الحواسيب. لدي هنا يجب علي أن أقوم بإضافة 4 أسطر. السطر الأول ديلاي بولز الذي يقوم بتحديد كم من شبكة لدي. لدينا نستعمل شبكة واحدة، قد أستطيع أن أستعمل أيضا شبكتين. في السطر الثاني أقوم بتحديد الكلاس أو جزء من الشبكة. لهذا قمت بتحديد 1-1، يعني الكلاس الأول التابع للبولز الأول.
بالسطر الأخير قمت بتحديد البارامترز أي الإعدادات. قمت بوضع 128,000 بايت بالنسبة لكل ملف أو كل ترام يتجاوز سعته 10 بايت. أستطيع أن أقوم بتغييرها كما أشاء، مثلا أستطيع أن أضع 64,000 على 64,000 مثلا. فيصبح لدي شبكة متكونة، كل شخص عنده الحق في استعمال 128 كيلو بايت في الثانية كحد أقصى عند كل تحميل يتجاوز 128 كيلو بايت. كان الملف يتجاوز 128 كيلو بايت يقوم بالحد من السرعة. بالتالي عند مضاعفة هذا الرقم سيكون سيسمح له بالتصفح بشكل عادي، ولكن عندما يقوم بتحميل ملف ما فإن السرعة تنخفض بشكل كبير ويصبح محدودة بسرعة تحميل 12 حوالي 12 كيلو بايت في الثانية. وأريد أن أقوم بتفسير أمر آخر، لماذا وضعت 64,000 ولم أضع 128,000 بما أنني سأقوم بتحديد سرعة الإنترنت 128 كيلو بايت في الثانية؟ طبعا لأن البايت يتكون من 8 بيتات كل بيت، بالتالي سأقوم بتقسيم 128,000 على 8 سأحصل على 64,000 بايت. من الأمور الأخرى التي أستطيع أن أقوم بتحديدها تحديد السعة القصوى للتحميل. مثلا لا أريد أن يقوم المستخدم بتحميل أكثر من 200 ميجا بايت في اليوم. سأضع له الحد الأقصى هنا ريبلي بادي ماكس سايز 200 ميجا بايت. هذه الكودات قمت بتجربتها سابقا وهي تعمل، لأعيد تفعيلها فقط علي أن أقوم بحذف علامات الدياز هكذا ثم أعود تشغيل برنامج سكويد. سنذهب الآن إلى النقطة الثالثة، أريد أن أقوم بمنع الموظفين من فتح أي فيديو. يعني لو استقاموا باستخدام فيميو أو يوتيوب أو أي موقع آخر فلن يمكنهم فتح أي فيديو، لن يقوموا باستخدام ستريمينج لا صوتا ولا صورة. يعني الموقع سيعمل ولكن الفيديوهات لن تعمل. كيف سأقوم بذلك؟ سأقوم بتحديد كما قمت سابقا بتحديد الأسيال، سأعطيها اسم مثلا ديناي ريب ميم أو ميم بلوك. المهم كل نوع أريد حذفه أضعه في سطر بمفرده. في السطر الأول قمت بحذف ملفات الـ FLV فلاش فيديو. في الملف الثاني قمت بحذف ملفات الشوك وير ثم الويب ام والام بي كات، لان هذه الملفات جميعا تقوم باستخدامها اليوتيوب. ثم ساقوم بمنع استخدامها في الاسطر المواليه http replay access deny في السطر الاول الفلاش فيديو المتعلق، لاحظوا معي نفس الاسم قمت بمنعه، نفس اسم اسيل. في السطر الثاني مين بلوك قمت بوضع كذلك بمنعه، ثم السطر الثالث من بلوك 2 وهكذا السطر الثالث. عند قيام بتجربة التجربة على اليوتيوب كما تلاحظين أصبح الفيديو غير متوفر للاستعمال. لو أقوم بفتح فيديو ثاني لن يقوم بفتح أي شيء. طالما أن الكود مازال موجود. من الاستخدامات أيضا المفيدة إمكانية استخدام الخادم البروكسي لمنع الإشهارات، إشهار في شكل فلاش أو ما يعرف بفلاش ADS. عبر نفس الشيء نفس السطر الموجود هنا للتوضيح فقط،
من الأمور الأخرى أيضا أستطيع أن أمنع ليس فقط ملفات الفيديو أو الصوت، بل أستطيع أن أمنع أي ملف أرغب فيه يوجد هنا على صفحة الويكيبيديا. مجموعة من الاختصارات الامتدادات التي يمكن لي أن أقوم بحذفها، مثال OGG، كويك تايم. بالنسبة للفيديو أستطيع أن أقوم بحذف ملفات PDF، منع من التحميل، منع بعض الملفات الصوتية، منع الـ RSS. هذه هي PDF. يعني في كل مرة أرغب في حذف أي شيء، مثلا سأقوم بحذف، سأقوم مثلا بحذف صور JPEG. كل ما علي فعله هو أن أقوم بتعويض فيديو ويب إم بإيماج جي بيك، وهكذا فعباد لا أن يقوم بحذف فيديو ويب إم يقوم بمنعه، سيقوم بمنع جي بيك. أستطيع كذلك أن أضيف سطر جديد وأعطيه اسم جديد للأسيال. شكرا لكم وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة.